سلام، وش حوالكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا هانيين ومتهنيين. ان شاء الله راكم لاباس، طولت عليكم الغيبه على بالي. ان شاء الله برك تكونوا ملاح. انا لاباس الحمد لله. صدقوني ما جيت ندير هذا الفيديو، يعني كان واجد المونتاج برك يدي تقالت على شان هذه، صدقوني يا لطيف. المهم درت شويه كوراج وحنا تلكم هاد لا غوسيت اللي مصوره قبل رمضان. غوسيت سهله وبنينه وتذكر لي يعني مليحة تكون باردة، وراح نديكم تحوسوا معايا شوية. نبدأو صح، أول حاجة نبدأكم بالعوسات باش لحوس عليها يلقاها على الأول، ومن بعد نروح نحوسوا شوية. نحتاجو في هاد العوسات 400 غرام تاع الفراز. الانغريديون دوك نكتبهم لكم في الاخر تاع العوسات. نحتاجو تانا العصر تاع قارص. انا درت نص كعبه تاع قارص، راح نقصها رقيقه كما راكم تشوفوا فيها من هي، ونحط لها القارص. هذاك القارص راهو كان في الكونجيلاتور. ربع كاس تاع السكر، الكاس تاعي هنا يوزن 200 مليليتر. بعد ما قصيتو رقيق نحطو عليه السكر ونحطو عليه القارص. هذيا القارص كيما قلت لكم كان في الكونجيلاتور، ونخليوه يطلق الماء تاعو. نروحو نوجدو الكيكه تاعنا ولا لاباط، العجينه تاعنا فيها 3 عظمات، فيها سكر، نحطوهم يتخلطوا مليح. من بعد نحطو لهم النشا، وانايا هنا درتها بخميره، بون مش خميره، بالفارينه، فارينه القمح الكامل ولا لا فارين انتغرال. ما كانتش عندي الفارينه البيضاء. على الاخر راح نحط لها مغرف صغيره تاع خميره الحلوى. لي زانغغيديون راح تلقاهم مكتوبين كما قلت لكم في الاخر تاع لاغوسات. عندي المولدة مدهنته بالزبدة، أي مول تحبوه، لكن تحبوها عالية راح نديروها في مول قل من تاعي. أنا جاتني قد يعني في هذا جات مليحة. الفور راهو سخون على 180 درجة، راهي ما تاخدش وقت بزاف أنها طيبة، خطر خفيفة خلاص، دون بلوس ما فيهاش بزاف يعني مكون، مش هتقيلة. خليوها طيب ونروح نوجدو الكريمة اللي فيها السكر، فيها النشا، وفيها هذاك راهي قشرة تاع القارص. تحبوا ديروا لافاني ديروا لافاني. نحطوا تانا معاها الحليب ونخلطوا كلش مع بعضه، ونحطوهم على النار حتى نتعقد الكريمة. وهنا بعد ما تختار الكريمة على الاخر خلاص، قبل ما نطفيو نحطو مغرف كبيرة مش كبيرة بزاف تاع الزبدة. حبيت نقول لكم حاجة، الكريمة هذه انا ماما اعتمدتها سما نديرها، تجيني سهلة. اللي حاب يدير اي كريمة تاعو هو تاع نشاء وتصلح له يقدر يديرها، مش محتم يدير زي ما تاعي انا. المهم ان انا عدتلكم كيف هدرتها، وانتم حرين. بعد ما تدوب هذيك الزبدة راح نحيو القشرة تاع القارص. هنا خليتها تدفى شوي بك الكريمة، والقاطو تاعي هنا راهو طاب، الكيكة راهي طابت خفيفة ريشة طرية خلاص. انتم هي نورمالمون في لاغوسات بالفارينة هذيك البيضة العادية، انا ذاك النهار ما كانتش عندي، درتها بالفارينة تاع القمح الكامل. انتم ديروها بالفارينة البيضة عادي خلاص، حتى بالفارينة القمح الكامل تنجت مليحة. اللي حبها نغمة راح تجيه عادي يعني. هنا عندي نص كاس تاع حليب، حطيت له سكر فاني، خلطته شويه وراح نشرب بها القاطوه تاعي. انايا تقدروا تقولوا ما درتليش هذا النص كاس حليب كله، وانتم كيف كيف حرين. هنايا تحبوها مشربه بزاف راح تحطوه كامل، تحبوها شويه شويه ما تحطوهش الكل، هذا الشيء يرجع ليكم. بعد ما شربتها الكيكه ما قلت لكمش راهي كانت بردت يعني، دفات شويه ماهيش يعني ما خليتهاش بردت، والكريمه كما راكم تشوفوا فيها راهي مازالت سخونه. هنا نصبوها فوق هذيك الكوش نتاع الكيكه اللي شربناها، وهنا هيك نخليوها دوكا بجيه باش تبرد مليح. لازم تخليوها حتى تبرد مليح. الوقت اللي راهي تبرد مليح هنا الفراز راهو طلق الماء تاعو. هنا من الفراز هذا راح نصفيوه، ونحتاجو زوز كيسان تاع جو تاع الفراز. ما جانيش حتى كاس يعني، تشوفوا في جا نص كاس. دركا واش ندير، راح نكملو هذاك الكيل اللي بقى نكملو بالماء. المهم احنا نحتاجو زوز كيسان، جاتكم نص كاس كيما تاعي انا، زيدو حطو كاس ونص تاع ماء. المهم في المجموع زوز كيسان. من بعد نحطو لهم النشا
ونحطو لهم السكر ونحطوهم على النار. نحطوهم على النار وبقاو نخلطو فيهم حتى نتعقد. هنا يا هاهي بعد ما عقدت نحكمو هذاك الفراز اللي كنا صفيناه، نحطوه في نص هاد الكريمة ونخلطه كيما هكا ونخليها تدفى شوية، سما ما نحطوهاش هكا بعد وهي سخونة فوق الكريمة هذيك البيضة. دركا سي بون، يعني احنا حطينا هذيك الكيكة والكريمة البيضة يكون راهم بردين، حتى هذه الكريمة دوك نحطو فيها الفراز بيان سور راح تهبط لا طومبيراتور تاعها، دونك حتولي شويه دافيه، نخليوها شوي باك الزيت تدفى ونحطوها فوق الكريمه هذه، ونحطوها بعد ما تبرد بيان سور مليح نحطوها في الفريجيدار وما تاكلوا بصحه. يعني شفتوها ماهيش يعني حاجه صعيبه، حاجه سهله وحاجه بنينه. راكم شفتوها كي كنت نقص فيها قدامكم راهم دشنوها قبل ما تبرد مليح. المهم ان شاء الله تكون عجبتكم لا غوسيت، وصدقوني كنت جربها راح تعجبكم ياسر. الكيكه من تحت طريه والكريمه هذيك خفيفه بنشابرك مع الفراز، شكون ما يحبش الفراز؟ ولكن عندكم اي حاجه حابين تسقسيولي عليها خليوها لي تحت في لي كومونتير، وان شاء الله بركي هديني ربي نعود نبارطاجي معكم فيديوهات من اللي فض رمضان. تقدروا تقولوا الناس كل كرهت من الكوزينه ومن الطياب. المهم الفيديو تاع اليوم حبيت ندير لكم فيه هاد لا غوسيت المبنينه، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ودركا حتشوفوا في الاخر تحويسه خفيفه ظريفه برك، نحيو شويه على بالكم معايا. انا نقول لكم هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. الى عجبكم ما تنساوش ديروا لي لايك وابوني في لاشين باه يوصلكم كل جديد. انا نقول لكم تهلاو في روحكم وبزاف بزاف في صحتكم، ونتلاقاو ان شاء الله ديما في ساعات الخير. أنا نقولكم قاول خير. تشاو تشاو.